ما بتعشمش في الدنيا ومش مستني ضربة حظ كتير عالراس طبول دقت وتت في الأرض ولا بتهز وزي الريح ولا بهدي. يا دياب يا كابتن يوسف اتلك ميه يا عم. شكرا. تعمل ايه دلوقتي؟ الحمد لله. عشان نرجع يا عم نلعب زي زمان كده. هنرجع وكله هيبقى زمان. لا طب اشرب ميه بس عشان ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام. فك دي في ايه؟ ليه خير في ايه؟ فك واخد بضاعة بقالي 6 شهور اتأخر فيها لحد دلوقتي الفلوس. وانا دلوقتي كده جبت اخري قدامك يا ابن الحلال 3 ايام ما جبتش فلوسها انت حر. الشيكات هقدمها. راح يا عم مين اللي كان الباب؟ مفيش حاجة يا ديان. مفيش حد. ده واحد بس كان عايز حاجة كده ومشي. حاسس ان انت بتخبي عليا حد. مفيش حاجة. عدى يومين والراجل هيجيلي بكرة ومحدش سأل فيا. طب اتصرف منين؟ انا حاسس بالذنب ناحيه اخويا ومستحيل ادخله في مشكله او يشوف مشكله عشان اللي حصل له. ربنا يحلها من عنده بقى. ارجع بس كده كده مده انتهت. انا حبس اخوك بس اتضله بقى. مش هيلقى التاني جنب.
الأخ في الشدة يلاقي ذكرياتي ذكرياتك حتى روحي معاك بأسمك كنت مني وكنت منك واللي يفرق بس اسمك لما تضحك وشي يضحك أيوة كان إحساسنا واحد لو تحب